Başkanım. السلام عليكم احلى مساء عليكم يا جماعه، واحلى مساء على كل متابعينا على قنواتنا على اليوتيوب. نهاركم زي العسل، واحلى مساء على كل الناس اللي بتتابعنا من كل مكان في الوطن العربي. تحياتي لكل محافظات مصر وكل الناس اللي منورانا على قناتنا. يوم جميل، ابتسامه، فرحه، انبساط باذن الله في مزرعتنا هنا. دايما عمرنا ما حال نتاخر خطوه لورا، طول عمرنا لقدام. ولا يا رجاله؟ حد فيكم متاخر؟ حد فيكم متاخر؟ طول عمرنا قدام مهما يحصل معانا، بس برضو اسمنا قدام. تعالوا النهارده يا جماعه تحدي جديد وحلقه جديده. هنبدا دلوقتي تحدي ده. الحلقات دي احنا بنقدمها لكل طفل وكل واحده ست وكل راجل وكل بنت وكل انسه وكل مدام وكل حد، بنقدمها له عشان يشوفها في البيت وينبسط ويضحك وينبسط معانا. الموضوع مش كلاب بس، الموضوع كلاب، الموضوع محبه، الموضوع صداقه، الموضوع هزار، الموضوع فرحه، كل حاجه باذن الله بنعملها في المزرعه هنا. خيل، كلاب، طيور، معيز، اسود، كل حاجه هتلاقوها عندنا. تمام، يعني ممكن نسيب تربيه الكلاب ونخش في المعيز اليومين اللي جايين دول. جاهزين؟ جاهزين. التحدي بتاع النهارده يا جماعه، تمام، اول ما نقول ابتدي، كل واحد كل واحد من غير ما يمسك التاني بايده. بابا يعني ايدك في جيبك، حطها وراك اللي معاك دي. ايدك تحطها في جيبك، حطها وراك. ايدك في جيبك، ايدك في جيبك. يلا يا اسود يا صغير. ايدك ما تطلعش من جيبك، اللي ايده هتطلع من جيبه هيبقى خسران. تمام، اول ما نعد ثلاثة ونقول ابتدي، مطلوب منك ان انت تجري وتدوس على بالونة التاني. اخر واحد هيتفضل هو الكسبان في الحلقة دي. الحبل بس نجري، الحبل بس. اهم شيء هنقول لكم على القوانين. القوانين دي، اللي هيطلع ايده من جيبه يبقى مطرود بره اللعب، اللي هيلمس الحبل مطرود بره اللعب، اللي هيلمس اي حاجه من الجوانب من هنا زي الزرع اللي وراكوا ده يبقى مطرود بره اللعب، اللي هيلمس شجره مطرود بره اللعب، اللي هيلمس الحبل لو هز الحبل كده بظهره او برجله او باي حاجه يبقى مطرود بره اللعب. جاهزين؟ جاهزين. اول ما نقول واحد، جهز نفسك يا وليد عشان مسعود بيخمن لك انه يدوس عندك على طول. وليد رميها كده، سايبها له كده. جاهزين؟ لاحظوا ان الزرع اللي ورا ده فيه شوك. كلمه يا سلم مش الحبل. لا، هتطلع بره على طول. تمام؟ يلا. يوسف بيخمن لابراهيم. واحد، اثنين، ثلاثة، ثانية واحدة. انت بتهز الحبل اللي وراك ليه؟ مش انت؟ ايه يا كابتن، بقول لي انت بتمشي ورايا ليه؟ جاهزين؟ تعالى يا ناسي. واحد، اثنين. يا جماعة معلومة، اللي بالونته اتفرقع من غير ما حد يكلمه يطلع على طول، لأن لو ما طلعش على طول مش هيخش تحديات تاني خالص. تمام؟ واحد، اثنين، ثلاثة، ابتدي. اطلع على طول، اطلع على طول، اطلع على طول يا رجل، اطلع. اطلع يا يوسف، اطلع. الكاميرا تيجي هنا. الكاميرا تطلع. اطلع فوق. الله ينور الرجالة. ها، الله ينور، الله ينور، الله ينور. ها ها، ايدك طلعت بره يا وليد، اطلع بره، اطلع يا وليد، يلا اطلع بره يا وليد. اكتر الاثنين اخواتك يا عم. لا يا كابتن، لا ما تصحش كده. الصوت ده يا جماعة. لا لا يا كابتن، عايزين كده تسلموا. يلا يا جماعة، ايه
يلا خش يا حبيبي، البس انا واد يا عم. ده ظلم. لا مش ظلم يا حبيبي، لا والله ظلم. جدع على شريف. لما فكنا اطلع بره شريف، اطلع على شريف. على ابويا بره. مين اللي هيكسب فيكم يا اللي عاملين زي ابو تريكه والزمالك؟ هتلعبوا في الحلبه انتوا الاثنين بقى. واحد لا دي جهاز موقف. الواد ده رجله طويله. فلوس على فين؟ فلوس سيبه سيبه فلوس على بسرعه على كده. اي واحده من شط يا اخويا، ده نازل يا اخويا. اطلع بره يا سي. المشكله ان الاثنين اخوات. ارجع يا ارجع برجلك. معايا اطلع بره. اعمل له واحده ايه؟ واحده مقسم من ورا كده. اطلع بره محمد. تمام طلع مسعود الكسباء. سقفوا له يا جماعه. محمد في اخر لحظه طلع ايده من جيبه وبيحلف، بيقول والله ما اوعى تحلف بعدين. طلع ايدك طلعت بره كده، جيت حطها تاني بسرعه صلحتها يعني. طبعا مسعود كده الكسبان يا جماعه. النهارده طبعا عايزين نسمع سقفه جامده يا جدعان. سقفه جامده، سقفه جامده. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركه. يا رب يكون الاتحاد ده عجبكم. طبعا مسعود حاول يكافح مع محمد، محمد خسارته ان هو طلع ايده من جيبه. تمام يا ابني، في فرق. ده ما بيشرب سجاير. بيشرب سياح والله. تحياتي لكم جميعا واحلى مسا عليكم، وتحياتي لكل متابعينا ومساكم زي العسل. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، واكتبوا لنا تحت التحدي ده تحديات جديده، واحنا هنعمل لكم كل اللي انتم عايزينه. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.